بعد أن تكلمنا عن الستريبتوكوكاي بصورة عامة وعرفنا الفوارق الأساسية بيناتهم وأساس التصنيف، وتكلمنا عن الاسبايوجينز بشكل أساسي وتفصلنا بيها، وعرفنا شنو اللوكال ديزيزز اللي سببها، الآن نتكلم عن الانفيزيف ديزيزز. إذا هذه البايوجينز دخلت إلى داخل التشوز وانتشرت بالبلد، شنو المشاكل اللي راح نشوفها من عندها؟ أول ديزيز هو الإريسيبيلاس. الإريسيبيلاس هو acute infection of the skin. Patients experience localized pain, inflammation, lymph node enlargement and systemic signs. شنو معنى؟ هنا الاسبايوجينز راح تسوي لي infection للسكين، تدخل إلى داخل طبقات السكين وتسبب ديزيز بيها، تسبب انفكشن، هي هاي اللي نسميها الاريسيبيلاس. شنو ما يميزها؟ يميزها انه يكون بيها localized pain و inflammation. الانفلاميشن نقصد بيه الارثمة، هذا الاحمرار اللي نشوفه، تكون اكو warmth بالمنطقة، المنطقة تصير دافية بسبب الانفلاميشن. بعد الليمف نود القريبة تصير انلارجد بسبب الانفلاميشن، وكذلك تظهر عندي systemic signs اللي هي لأي infection عندنا systemic signs اللي هن الفيفر، leukocytosis، chills وغيرها. ميزة أخرى مهمة لهذا الديزيز، the involved skin area is typically raised and distinctly differentiated from the uninvolved skin. نشوف انه المنطقة اللي بيها الانفكشن منتفخة مرتفعة ومتميزة حدودها بشكل واضح عن المنطقة المجاورة اللي ما صايبها الانفكشن كذلك. راح نشوف بعد شوية بالسليولايتس يقول لي انه ما اقدر اني اسوي differentiation مثل ما اقدر بهذا الديزيز. فهذا اول فرق مهم جدا وصفة مهمة جدا، انه هنا الـ involved skin يكون raised and distinctly differentiated. Erysipelas occurs most commonly in young children and older adults. اكثر شيء يكون بالاطفال الـ young والـ adults البالغين. Preceded by infections of the respiratory tract or skin with aspergillus. شنو معناه؟ معناه تبدي الانفكشن كلوكال مثل ما شفنا بالبداية، أما بالrespiratory tract local أو بالskin local، وبعدين يصير لها invasion وين توصل؟ إلى داخل طبقات الskin، فراح تصير عندي هذه diseases. فإذن ذيك اللوكال ديزيز اللي تكلمنا عنها ممكن تكون هي بداية وبوابة لدخولنا لهذه الانفيزيف ديزيز، وأولهن هذا الريسيبيلاس. الديزيز الآخر السليولاتس، هذا ديزيز آخر يسبب الاسبايوجينز، typically involved both skin and deeper subcutaneous tissue. إذن الفرق بين اللي شفناه بالإريسيبيلاس كان فقط السكين، السيليولايتس لا، السكين والطبقات السبكوتينس اللي تحته من الفاشية وممكن كذلك المصل يعني السوفت تيشو. And the distinction between infected and non-infected skin is not as clear as in the إريسيبيلاس. هذا اللي تكلمنا عنه قبل شوي. يقول الآن بالسيليولايتس تمييز المنطقة المصابة عن المنطقة غير المصابة ما يكون بالوضوح اللي شفناه بالديزيز السابق. Local inflammation and systemic signs are observed. إذن هذا تشابه، كذلك يصير عندي local inflammation وكذلك عندي systemic signs. Precise identification of the offending organism is necessary because many different organisms can cause cellulitis. مو فقط الاسبايوجينز ممكن تسبب لي cellulitis، وانما many organisms، فبالتالي من المهم انه اني احدد شنو الاورجانيزم حتى اعالج بالشكل الصحيح. نسميها الاسبايوجينز نسميها الفلاش ايتينج بكتيريا.
لأن من توصل إلى هذه الطبقات الديب راح تسبب لي نيكروتايزنج فاشيايتس، تاكل الفاشية وتاكل المصل، leading to necrosis of subcutaneous tissues and muscular tissues and adjacent fascia. راح تاكل السكين والفاشية اللي تحته والمصل اللي تحته. وإذا بعد وصلت إلى طبقات إنه اخترقت البلد فيزل، فراح ممكن تنتشر بالبلد، وإذا انتشرت بالبلد هي عندها سوبرا أنتيجينز، فالسوبرا أنتيجينز ممكن بشنو تدخلني؟ تدخلني بتوكسيك شوك سيندروم. إذن هذه السيليولايتس ممكن توصل إلى نيكروسيز أوف سبكوتينوس تيشو ومصل وفاشية، وممكن توصل إلى كومبليكيشن مثل توكسيك شوك سيندروم. صار عندي تو ديزيزز الآن. الثالث هو بيوربرال فيفر. بيوربرال فيفر شنو البيوربرال فيفر؟ هي الفيفر اللي تصيب الفيميل بعد الديليفري مباشرة، نقول if this بس بسبب الستريبتوكوكاي، نقول if the streptococci enter the uterus after delivery puerperal fever develop، راح يصير عندها puerperal fever which is essentially a septicemia originating in the infected wound endometriitis. معناها بسبب الديليفري ال اسبايوجينز دخلت بجرح الولادة، وين وصلت؟ وصلت للإندومتريوم إلى بطانة اليوتراس، سببت الإنفكشن بيها. الفيفر اللي راح تصير بهذه الإنفكشن نسميها بيوربرال فيفر في هذا الديزيز الثالث. الرابع بكتيريميا أو سبسيز، إنفكشن of a traumatic or surgical wound with streptococci result in bacteremia which rapidly can be fatal. Bacteremia can also follow skin infections such as cellulitis and rarely pharyngitis. إذن إذا أي جرح عندنا وخصوصا إذا كان surgical يعني traumatic يعني إصابة ضربة صار أي جرح خارجي أو لا عملية جراحية والجرح هذا مع العملية صار له infection، فبأي طريقة ولأي جرح وأي أيًا كان نوع الجرح إذا وصلت الأسبايوجينز واخترقت هذا الجرح وسوت له إنفكشن ووصلت للبلد راح يصير عندي بكتيريميا، وجود البكتيريا بالبلد وراح يدخلني بسبسز، بأن بكل بساطة راح يدخلني بتوكسيك شوك سيندروم، فممكن يكون رابيدلي فيتال. وهذه البكتيريميا مو فقط بسبب الجروح تصير، لا ممكن تتبع الانفكشن خصوصا اذا سكن انفكشن مثل السيلولايتس، شفناها شلون اكلت طبقات السكن واكلت المصل واكلت الفاشيا ووصلت للبلد فيزل، وكذلك راح تسبب لي بكتيريميا وسبسيس وتدخلني بتوكسيك شوك سيندروم. فاذا هن مترابطات ومتتابعات، وكذلك ممكن الفارنجايتس لكن رير. الديزيز الآخر الخامس اللي هو ستريبتوكوكال توكسيك شوك سيندروم، تكلمنا عنها قبل شوية، لكن احنا شلون قاعد نتكلم؟ قاعد نتكلم تدريجيا، يعني بالبداية ممكن فقط إربيلاس، قاعد أنسى اسم المرض لأن أول مرة يمر علي وغريب، إريسيبيلاس ممكن إريسيبيلاس، بعدها ممكن يصير سيليولايتس إذا وصلت إلى طبقات أخرى. إذا شوية نروح على صفحة، إذا صارت بعد الديليفري صار عندي اللي سميناها puerperal fever، puerperal fever إذا وصلت للبلاد صار عندي بكتيريميا أو سبسيز. الآن إذا داخل البلاد سببت لي release of cytokines وسببت لي hypotension و hypoperfusion و damage للorgans راح تصير عندنا توكسيك شوك سيندروم. فاذا هن صح مترابطات وصح كل واحد من عندهم قاعد يسبب الثاني، لكن حتى نعددهم بشكل اسهل بهذا الشكل. فاذا هسه خامسا ستريبتوكوكال توكسيك شوك سيندروم، شي يصير بها مالتي اورجان سيستم فيلر سيميلر تو ستافيلوكوكال توكسيك شوك، نفس اللي سببها ستافيلوكوكال،
ماكو فرق، لان هن كلها الفكره واحده، كلهن الميكانيزم واحده، انه انا عندي سوبرا انتيجينز قاعد تحفز لي الاميون سيستم على افراز ماسيف اماونتس اوف سايتوكاينز، فبالنتيجه تدخلني شوك وتسبب لي ديث. Initial infection may have been pharyngitis, cellulitis, peritonitis, and other wound infection. أي واحدة من ذن الانفكشنز اللي تكلمنا عنهم قبل شوية ممكن تتطور إلى أن توصل إلى توكسيك شوك سيندروم. بعدها سادساً scarlet fever، وتكلمنا عنها جزئياً ضمن ما تكلمنا عن the virulence factors of the bacteria. قلنا تمتلك ما يسمى بالerythrogenic toxin أو pyrogenic toxin. البايروجينيك توكسين اللي هو ثلاث انواع A, B, C، هذا شي يسبب لي، يسبب لي فيفر ويسبب لي راش، فلان فيفر وراش سميناها سكارلت فيفر. Also cause scarlet fever in association with aspergines, pharyngitis or other skin or soft tissue infection. كذلك نفس الشي بسبب pharyngitis، بسبب سيلولايتس، هذه الانفكشن ممكن تتطور الى ان تتحول الى سكارلت فيفر، لان هي نفس البكتيريا لكن باختلاف الظروف باختلاف مكانها راح تظهر باشكال مختلفه. بعد من صفاتها هذه السكارلت فيفر شو كان عندنا؟ يكون عندنا ستروبري تونغ، اللسان يصير اشبه بالفراوله. The pharyngitis may be severe. The rash appear on the trunk after 24 hours of the illness and spread to involve the extremities. خلال 24 ساعة يبدي الإحمرار، تبدي السكارلت فيفر تظهر بالترنك تحديدا. الفيفر طبعا هي بكل الجسم لكن الإحمرار يظهر بالترنك بالبداية ثم ينتشر إلى الأطراف. إذن هذه الست أمور المهمة اللي تتضمن الانفيجن of the aspergine. ضمن الـ local infection تكلمنا عن respiratory infections وعن الـ impetigo. ضمن الـ invasion عددنا 6 diseases. الآن بعد ما تكلمنا عن الـ infections ذني الستة، الآن نفرض الـ disease انتهى، عالجناه وما وصل إلى مرحلة سببت لي وفاة المريض، من تمكننا من علاج البكتيريا الآن، هل الموضوع انتهى؟ لا، من المضاعفات أو من الأضرار الأخرى للستريبتوكوكس أنه ممكن تدخلني بشيء اسمه post streptococcal diseases، أمراض تتبع الستريبتوكوكال infection اللي هن الأكيوت روماتيك فيفر والأكيوت جلوميريو نفرايتس. شنو ذني؟ two diseases يصيرن بعد ال streptococcal infection فنسميهن post streptococcal diseases. الروماتيك فيفر بعد ما الجهاز المناعي تمكن من القضاء على ال streptococcus، شلون قضى عليها؟ أكيد باستعمال antibodies، أكيد كون تجاهها antibodies. هذه الانتيبوديز او الجهاز المناعي من الاخطاء اللي مرات يوقع بيها هو انه يصنع هذه الانتيبوديز ما تميز تماما بين الام بروتين اللي تحمله البكتيريا وبين انتيجينز موجودة بالهارت، يعني أو ممكن مو جهاز المناعي هو ما يفرق، وإنما هو أكو تشابه بين الأنتيجين مال البكتيريا وبين الأنتيجينات وين موجودة على الهارت. طبعا هذه مو بكل مرضى تصير عندهم، لا بحالات قليلة. فالأنتيبوديز اللي تكونت مثل ما تقضي على البكتيريا شو تهاجم؟ تهاجم أجزاء من الهارت، فبالتالي causes serious debilitating damage to the heart، راح تسبب ضرر خطر على الهارت. Associated with large amount of M protein and a capsule،
delayed consequence of an untreated upper respiratory infection with group A streptococci due to immune response against streptococcus antigens similar to the heart antigen. إذن مثل ما قلنا ممكن راح تسبب لي دمج للهارت تكون كتبعات عدم علاج سريع لرسبيراتوري انفكشن سببها منه الاسبايوجين اللي هي جروب اي ستريبتوكوكاي. شنو السبب؟ بسبب اميون ريسبونس ضد الستريبتوكوكاس انتيجينز يكون مشابه المن للهارت انتيجينز، فهذه الانتيبادي راح تهاجم الستريبتوكوكاي وبنفس الوقت تهاجم الهارت. Rheumatic fever, autoimmune disease involving heart valves, joints, nervous system follows a streptococcal throat infection. يعني غالبا بعد throat infection بعد upper respiratory tract infection. فقط الهارت لا، لكن غالبا الهارت، ممكن الجوينتس كذلك وممكن النيرفس سيستم. يعني ممكن هذه الانتيبوديز تهاجم الجوينتس وممكن تهاجم النيرفس سيستم. الديزيز الاخر اللي هو الجلوميرولونفرايتس، هل يصير بسبب الميكانيزم بنفس الميكانيزم؟ لا، هالمره الانتيبوديز مو تهاجم الكيدني، مو تهاجم الجلوميرولاي، وانما من تكون عندي انتيجين انتيبودي كومبلكس. اجى الانتيبودي لزم الانتيجين مع البكتيريا، الجسم من هنا بهاي الحاله ما راح يتخلص من عندهم، فهذا الانتيجين انتيبودي كومبلكس ايش راح يصير بي؟ راح يقوم يترسب وين؟ بالكيدني اللي هو تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، او نسميه اسم الثاني برايتس ديزيز of renal glomeruli and structures involved in blood filter of kidney. إذن يتضمن التراكيب اللي لها علاقة بالfiltration of the blood بالكيدني اللي هنا الglomeruli. Due to شنو؟ Due to deposition of antigen antibody complexes. بسبب تجمع الانتيجين antibody complexes بالكيدني. زين، ذن من يتجمع إيش راح يسوون؟ راح يسوون inflammation. راح يحفز ان الكومبلمنت سيستم حتى يحاول يتخلص من هذه الكومبلكسز. من يجي الكومبلمنت سيستم وين راح يلقى هذه الانتيبودي انتيجينز؟ راح يلقاها متجمعه بالجلوميرولاي، فراح بطريقه او بمحاوله قضاء على هذه الكومبلكسز راح يدمر الجلوميرولاي، فيسبب لي جلوميرولو نفرايتس. occurs most frequently between ages of 6 and 5. Diagnosis is based on symptoms and is difficult. بالUS about 0.05% of population have streptococcus infection. يعني تصير بحوالي 5% من الأشخاص اللي يصير عندهم infections، لكن هذه النسبة أكثر بمئة مرة بالtropical countries اللي هي الدول الاستوائية. نسبة قليلة جدا باليو اس، ولكن اكثر ب 100 مرة، يعني حوالي يصير 5% النسبة بالدول الاستوائية. typical symptoms and sign of rheumatic fever. رجعنا شوي، يعني احنا قاعد نحول بين التو ديزيزز اثنيناتهم، رجعنا للروماتيك فيفر. شنو الاعراض والسيمتومز اللي بيها؟ فيفر، ملايز، migratory non suppurative polyarthritis. احنا قلنا الروماتيك فيفر ممكن تتضمن المفاصل، هذه الانتيبوديز ممكن تهاجم المفاصل، فبالنتيجة راح يصير عندي بولي ارثرايتس، التهاب بمفاصل متعددة لكن نون سوبراتيف مو تقيحي. evidence of inflammation of all parts of the heart. يتضمن الاندوكارديوم المايوكارديوم والبيريكارديوم، يصير inflammation لكل طبقات الهارت، هذه الانتيبوديز تهاجم كل طبقات الهارت. فإذن فيفر وماليز بصورة عامة، وميغراتوري نون سوبراتيف بولي أرثرايتس، وإفيدنس أوف إنفلاميشن أوف أول بارتس أوف ذا هارت. موست كومن كوز أوف بيرمننت هارت فالف دامج إن تشيلدرن. هي أكثر سبب للضرر الدائم للهارتس إن ذا تشيلدرن.
وتحديدا للفالفز، فلهالسبب يلجؤون الى تبديلها بصمامات صناعيه. Exact cause not yet known. There appears to be some antibody cross reactivity between the cell wall of asparagines and heart muscle. يعني ما معروف السبب 100%، لكن غالبا الموضوع يشير الى cross reactivity، معناها نشاط مشترك للانتيبودي على اليمن على جدران الاسبايوجين وكذلك على الهارت مصل، يعني يتخذهن اثنيناتهن كهدف مشابه الى ما يميز انه هذه بكتيريا وانه هذا جزء من عضلات القلب. post streptococcal glomerulonephritis follow strept infection of skin or pharynx مثل ما تكلمنا، characterized by damage to the glomeruli of the kidney كذلك وضحناها. هي عبارة عن deposition of antigen antibody complex و activation of complement كذلك تكلمنا عنها. inflammatory response cause damage. glomerulonephritis diagnosis based on history strep to throat and clinical findings. symptoms include fever, malaise, edema, hypertension in blood and blood or protein urine. hypertension طبعا راح يصير بسبب الدمج للكدني، فيصير fluid retention، الجسم بعد ما يتخلص من السوائل فيتجمع بالجسم فيرتفع ضغط المريض، وبسبب الدمج اللي قاعد يصير للجلوميرولاي تقوم blood تمر باليورين او بروتين كذلك. البروتينات بالعادة ما تمر باليورين، لكن بسبب الدمج للجلوميرولاي للفلتر اللي مسؤول عن فلترة البلد تقوم تعبر خلايا دم حمراء او تعبر بروتين، فنشوف بلد باليورين او نشوف بروتين باليورين. occur in about 0.5% of those having strepto throat infection يقصد بيها. شلون نعالجها؟ الاسبايوجين هاي الان بصورة عامة، مو نعالج يعني البوست ستريبتوكوكال انفكشن لا، وانما الاسبايوجين هذه اللي تكلمنا عنها، هذا الكلام كله، هذه الديزيزز كلها، شلون علاجها الان؟ شنو العلاج؟ العلاج هو بنسلين is highly effective against aspyogen. as of now no penicillin resistant strains of aspyogens have been documented in clinical practice. علاجها بنسلين، ولحد الان ما عندنا اصناف مقاومة للبنسلين من الاسبايوجين، لكن مثل ما نعرف اكو اشخاص يتحسسون للبنسلين، ما نقدر نعطيهم بنسلين، فش نعطيهم؟ نعطيهم اريثرومايسين اند كليندامايسين. لكن الاريثرومايسين والكليندامايسين اكو اصناف مقاومه الهن، فاذا العلاج الاول هو بنسلين، اللي عندهم حساسيه نعطيهم اريثرومايسين اند كليندامايسين. السلفونامايد تتراسايكلين are not used for streptococcal infection. ذن ما نستعملهن، ما ندنا لهن لا السلفونامايد ولا التتراسايكلين يم streptococcal infections. قبل لا نروح ل other types، يعني احنا الان كملنا الجزء الاكبر والاهم من المحاضرة اللي هي الاسبايوجين، تكلمنا عنها شنو صفاتها، شنو الفيرولنس فاكتورز مالتها، وتكلمنا عن الفيرولنس فاكتورز على حده. بعدين اجينا للديزيزز اللي تسببهن، اول شيء اخذنا اللوكال ديزيزز وعرفنا شنو هن، بعدين اخذنا الانفيزيف ديزيزز والانفيجن ديزيزز اللي تسببهن الاسبايوجين، اللي هي جروب اي ستريبتوكوكاي اللي هي بيتا هيموليتيك، وتكلمنا عن الانفيزيف ديزيزز كلهن. اكتفينا هنا فقط؟ لا، اخذنا مجموعه ثالثه من الديزيز، اول شيء لوكال، بعدين انفيجن، بعدين سميناهن بوست ستريبتوكوكال اللي هن ديزيزز تصير مو بسبب البكتيريا نفسها، وانما بسبب رد الفعل المناعي بعد انتهاء الانفكشن. واخيرا الان مثل ما شفنا بهذا السلايد تكلمنا عن التريتمنت. الان المتبقي من المحاضره راح نتكلم عن اذر ستريبتوكوكاي بشكل جدا بسيط ومختصر. اولهن الاجلاكتياي. الاجلاكتياي هي اللي قلنا عنها البكتيريا الاخرى ضمن البيتا هيموليتيك بالاضافه للاسبايوجين. قلنا البيتا هيموليتيك هن الاسبايوجينز والاس اجلاكتياي.
هذه الأزئق اللاكتياي غالباً نختصرها ضمن ذني المراحل الثلاثة. أما تكون early onset of infection يعني تصيب الأطفال حديثي الولادة، تنتقل لهم من المذر بعد الولادة مباشرة، لكن تصير خلال الأسبوع الأول. occur in neonates who are less than 7 days old neonates. vertical transmission of the organism from the mother manifests in the form of pneumonia or meningitis with bacteremia. يعني موجودة هي بالمذر، تكون موجودة بالمذر راح تنقلها للchild بعد الولادة مباشرة. إذا سببت الانفكشن خلال 7 أيام هذه نعتبرها early onset infection، راح توصل للبلد مال الانفنت. شلون تظهر بي؟ تظهر بي أما على شكل نيومونيا يعني تصيب اللنجز، أو تصيب المننجيز مالت تظهر على شكل مننجايتس، وهذه خطرة associated with high mortality rate. إذا ما صابتها خلال هذه الفترة وإنما بدت بعد الأسبوع الأول إلى الأسبوع إلى 3 أشهر، يعني من بعد 7 أيام إلى حد 3 أشهر، غالبا هذه راح تظهر بالفورم مال مننجايتس. يعني احنا مو قلنا اما نيومونيا او مننجايتس، هذه غالبا راح تصير فقط مننجايتس. والمورتاليتي ريت از نوت از هاي از ايرلي اونست. اذا بها 3 فوارق، الفرق الاول مدة حصولها من اسبوع الى 3 أشهر، الفرق الثاني انه تظهر على شكل مننجايتس غالبا فقط، والفرق الثالث انه هذه اقل خطورة واقل مورتاليتي ريت. اما بالادولتس من تصير بالأشخاص البالغين، فغالباً هاي الأجلاكتياي تصيب الإميون كومبرمايزد بيشنت أور ذوس وذ أندرلاينج ديزيز، يعني اللي مناعته تعبانة ضعيف مهدد مناعياً، أو اللي عندهم أمراض ثانية متعبة جسمهم. often found in a previously healthy adult who just experienced childbirth. مثل ما قلنا هي مرتبطة بالولادة، فغالباً نشوفها بالهيلثي اللي يستوهم صار عندهم تشايلد بيرث، فهذه انتقلت بسبب الولادة، تحولت من نورمال فلورا إلى باثوجينيك، دخلت لليوتراس، وهنا هم أصابت الأدلت وهم أصابت ممكن تصيب الفيتس، وراح تظهر عندنا بالفيتس أما كأيرلي أونست أو ليت أونست. لكن بالأدلت فهي غالبا إذا مو بالأميون كومبرمايزد ولا بالأندرلاينج ديزيز فنلقاها عندهم بعد تشايلد بيرث. هذا ما يخص الستريبتوكوكس أجلاكتياي. نجي الستريبتوكوكس جروب دي and انتيروكوكس سبيشيز اللي هن قلنا عليهن يا ذني، ذني قلنا عنهن الجاما هيموليتيك، الجاما هيموليسيس ذني عبارة عن gut normal flora ويسبب لنا يا infection، ممكن يوصل للبلد يسوي لنا بكتيريميا، ممكن يطلع عن من الجات ينتقل لليوريثرا يسبب لنا يورينري تراكت انفكشن، ممكن يدخل بالوونز يسوي لنا ووند انفكشن، او ممكن يرحل عن طريق البلد ويوصل للهارت يسوي لنا اندو كاردايتس. كذلك احنا اللي فهمنا انه نميزهن ونعرف هذه الصفات الاساسيه. الانتيروكوكس سبيشيز هن اللي صنفناهن كجاما هيموليسيس، وهنا نعتبرها جروب دي ستريبتوكوكس. يعهن نورمال فلورا بالجات ومرتبطات بهذه الانفكشنز، ممكن بكتيريميا، ممكن UTI، ممكن ووند انفكشنز، وممكن اندوكاردايتس. الان نروح للالفا هيموليسيس. اذا البيتا هيموليسيس تكلمنا عن الامثله الاثنينات اللي طيناهن، الاسبايوجينز وهي اللي تفصلنا بها اكثر شيء، والاس أجلاكتياي وتكلمنا عنها، رحنا للجاما وتكلمنا عنها كذلك بشكل مختصر اللي هن الانتيروكوكس. الآن نجي للألفا هيموليسيس. الألفا هيموليسيس اللي هن الفيردنز ستريبتوكوكاي. فيردنز ستريبتوكوكاي ألفا هيموليسيس مثل ما قلنا نو لانسفيلد جروبس، ما نصنفها ضمن مجاميع اللانسفيلد. شفنا انه من اخذنا البايوجينز قلنا جروب A، من أخذنا الأجلاكتياي قلنا جروب B، أو يمكن ما قلنا هنا بس هي مذكورة بالبداية بالمخطط أنه الأجلاكتياي هي جروب B، الانتيروكوكاس قلنا جروب D،
لكن then the verdens منصنفهم ضمن Lancefield groups. فهذه معلومة أخرى مهمة عنهم. شنو diseases اللي يسببهن؟ إذا local ممكن dental caries تسوسات الأسنان هاي بسبب streptococcus verdens. بعد إذا دخلت بالبلد خصوصا من شخص يقتلع السن وما وأكو infection بالمنطقة ممكن تدخل عن طريق البلد تروح للهارت تسبب لي endocarditis. Streptococcus viridans هن مو بكتيريا واحدة وإنما هن مجموعة أو عائلة من البكتيريا بحد ذاتها هي، لكن لأن يشتركن ضمن صفات سميناهن سوية viridans streptococci. شنو أمثلة عليها؟ strep mites, strep mutans, strep oralis, strep singulus, strep salivarius. فهذه أمثلة عليها نخليهن ببالنا ولو واحدة اثنين وعرفنا الديزيز اللي سببهن. آخر مثال هي streptococcus pneumoniae اللي هي النوع الآخر أو المثال الآخر على الألفا هيموليسيز. Elongated gram-positive cocci arranged in pairs. Diplococci هذه دائما راح نلقاها غالبا على شكل أزواج كريات زوجية ثنائية، فهذه ممكن يساعدنا أنه نميزها إذا شفنا صورتها. And short chains أو سلاسل قصيرة. Cell wall includes tachyic acid. وين لقينا التاكويك أسيد حتى نميز؟ أو هناك سمينا lipotachyic acid حتى نربط. لقينا بال يغطي الأم بروتين، يغطي الفيمبرياي بالأسبايوجينز. Rich C polysaccharide which is required for the activity of autolytic enzyme amidase. إذن تحتاج هذا التايكويك أسيد اللي rich بالبوليسكرايد حتى يشتغل نشاط الأنزيم مالتها الأوتوليتيك إنزيم اللي هو الأمايديز. شنو الفيرولنس فاكتور اللي تمتلكها؟ شنو الأسلحة اللي تمتلكها؟ تمتلك سيرفس بروتين أدهيجنز، بروتينات على السطح مالتها تساعدها بالالتصاق. هالشي راح يخليها كولونايز الأوروفارنكس. بعد عندها نيومولايسين، انزيمات تسمح لها بتحليل الأنسجة والوصول إلى ستيرايل تيشوز، يعني توصل إلى other organs وتوصل إلى مناطق ما بيها نورمال فلورا لأن هي عندها النيومولايسين. بعد عندها AGA بروتيزز. الAGA هو أنتيبودي موجود بالسكريشنز، موجود بالميوكس، فوجود هذا البروتيز راح يمكنها من تحليل هذا الأنتيبودي وتتواجد بالمناطق اللي بيها ميوكس وبيها سكريشنز بدون أن يتم القضاء عليها. عندها التايكويك أسيد اللي تكلمنا عنه وهذا راح يحفز اللوكال انفلاميشن. عندها ببتيدو غلايكان فريجمنتس وبوليسكرايد كبسول and evade phagocytic killing. هذه البوليسكرايد كبسول تسمح لها انه تتجنب الفاغوسايتوسيز. مثل ما شفنا هذه الصفة للأم بروتين بالأسبايوجينز. فإذا هذه الستريبتوكوكس نيومونياي وهذه الأسلحة اللي تمتلكها عددناهن وعرفنا فائدة كل واحد منهن. الديزيزز اللي تسببهن non-invasive يعني local. شلون قسمنا الأمراض اللي تسببهن البيوجين؟ نفس الشيء الآن نقسم هذه الأمراض وفقط كعناوين نتكلم عنهن بدون أي تفاصيل. non-invasive تسوي لي sinusitis التهاب بالساينسز بالجيوب الأنفية، تسوي لي otitis media التهاب بالأذن الوسطى، تسوي لي نيومونيا التهاب باللنج وهي من اسمها نيومونيا. أما إذا انفيزيف إذا وصلت للبلد سويت لي بكتيريميا بالبلد الآن تنتشر، وصلت للسي ان اس سويت لي منينجايتس، وصلت للهارت سويت لي اندوكاردايتس، وصلت للبودي كافيتي سويت لي بريتونايتس، وصلت للبون والجوينت سويت لي سيبتيك أرثرايتس، وممكن أذرز مثل الأبندسايتس سالبنجايتس أو سوفت تيشو انفكشن. هذه فقط أمثلة على الانفكشنز اللي تسويهن سواء لوكال أو انفيزيف. آخر شيء شنو التريتمنت والبروفيلاكسز إلها؟ شلون نعالج منها وشلون نحمي نفسنا من عندها أصلا؟ السنيومونياي is sensitive to wide range of antibiotics. تتحسس لمجموعة كبيرة من الانتيبيوتكس، لكن أكو بعض الأصناف بها
مقاومة للبنسلين بنسلين resistance have now emerged worldwide. A new pneumococcal conjugate vaccination PCV schedule is currently recommended in infant. Pneumococcal polysaccharide vaccine is recommended for adults 65 year old age or older and for patients at particular risk of infection. Penicillin prophylaxis may also be given either instead or in addition to immunization, particularly in patients who have undergone splenectomy. ملخص لهذا السلايد كعلاج للأس نيومونياي هو البنسلين. إذا كانت مقاومة إله نستعمل السيفوتاكسيم والسيفترياكزون، وإذا كذلك مقاومة إله نستعمل البانكو مايسين. هذا كترتيب علاج. كبريفنشن كوقاية شنو؟ عندنا لقاح للأطفال اللي هو البي سي في نسميه نيوموكوكال كونجيجيت فاكسينيشن. عندنا لقاح للكبار السن 65 سنة وأكثر والأشخاص اللي معرضين للإنفكشن بخطورة للإنفكشن اللي هو نيوموكوكال بوليسكرايد فاكسين. وكذلك البنسلين نفسه ممكن نستعمله كوقاية بدل أن نستعمله كعلاج. يعني إذا شخص ما مصاب أنا ممكن أستعمل البنسلين أصلا كسبب كوقاية مع أو كبديل للقاح. هذا كل ما يخص محاضرة ستريبتوكوكس. أهم فكرة أنه نفهم التصنيف الأول، بعدين احنا اخذنا هذين التصنيفات كل الامثله اللي ذكرناها بالتصنيفات جينا تكلمنا عنهن بشيء من التفصيل باختلاف انواعهن. اكثر وحده فصلنا بها هي الاسبايوجينز اللي هي بيتا هيموليتيك اللي هي جروب اي، فصلنا عنها بكل ما عرفنا شنو صفاتها، الفيرولنس فاكتورز، اللوكال ديزيزز، الانفيزيف ديزيزز، البوست ستريبتوكوكال ديزيزز اللي يصيرن بسببها، والتريتمنت. بعدين اجينا الانواع الاخرى بشيء من الايجاز ما اطلنا بيهن سلايد تقريبا كل وحده اللي هن الاجلاكتياي اولا، بعدين اخذنا الجروب دي الانتيروكوكس، وبعدين رجعنا للالفا هيموليتيك اللي هن الفيريدنز وكذلك بسلايد واحد، وشوية بإطالة أكثر عن الأس نيومونياي. وبهذا نكون غطينا مجموعة كبيرة من الستريبتوكوكاي ومن هذه المحاضرة.